حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي الأستاذ فريد غازي. أهلا بك أستاذ فريد في نشرة الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. أرقام جديدة وكثيرة هي نتاج الانتخابات النيابية تحديدا والنيابية والبلدية بشكل عام، كيف تقرؤون زيادة نسبة الأعضاء الجدد والوجوه الجديدة في مجلس النواب والمجالس البلدية؟ شكرا على الاستضافة، وحقيقة هذا دليل على تعافي المجتمع البحريني والهيئة الناخبة تماما في استقبال كل المتغيرات الجديدة التي طرأت على الساحة، من ضمنها تمكين المرأة بعد عمل دؤوب من المجلس الأعلى للمرأة بقيادة الأميرة سبيكة، التي حقيقة خطت خطوات واسعة في هذا المجال، وثقة الهيئة الناخبة قد ازدادت واكتملت بالمرأة وأدائها، وهذا تواصلا مع مسيرة المرأة البحرينية التي بنتها خلال عقود في مملكة البحرين. أيضا في المجال البلدي كان للمرأة لها دور كبير في المشاركة، والحمد لله ازدادوا إلى 3 من النساء في المجال البلدي و8 من النساء في المجال النيابي، وفازوا حقيقة بأرقام كاسحة. يعني أرقام الهيئة الناخبة التي اختارت النساء في بعض المناطق كانت أرقام قياسية وكبيرة، وهذا دليل على ثقة الهيئة الناخبة بالمرأة. وأعتقد أن احنا مقبلين على تغييرات جذرية في العمل النيابي بدخول النواب الجدد بنسبة مرتفعة، فقط 7 من النواب السابقين. إذن مجلس نواب جديد، دماء جديدة، في تفاؤل للعمل المشترك مع السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية المقبلة، وأنا جدا متفائل. كل قراءاتي حقيقة حول تحسن الأداء النيابي للفترة القادمة أعتقد بأن راح يكون في يعني تحسن كبير جدا، وراح يصير في تركيز على المطالب الاجتماعية ومطالب الناس، بالإضافة إلى إعادة تقييم التشريعات اللي موجودة بشكل عام في مملكة البحرين. نعم، المحامي الأستاذ فريد غازي كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.